أكد وزير النقل عمار غول اليوم من البليدة أن طول الشبكة الوطنية للسكك الحديدية سيبلغ مع انتهاء المشاريع المبرمجة الزيادة من 12 ألف كيلومتر. جاء هذا خلال تفقده لمشاريع هامة على غرار خط السكة الحديدية الرابط بين العفرون وخميس مليان، المتابعة لمحمد ياسين نقاش. على مسافة 56 كيلومتر يعد مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين العفرون وخميس مليانة مشروعا هاما وحيويا للمنطقة، لكن هذا المشروع يعرف بعد التأخر على مستوى أنفاق وجر. أعطينا تعليمات صارمة لشركة الإنجاز ومكاتب الدراسات ولنسريف بالشروع الفوري في تلبيس الأنفاق بالخرسانة المسلحة، وذلك لتفادي أي إشكاليات جيولوجية أو تقنية أو تأمينية للأنفاق. تعليمة ثانية، الشروع الفوري في وضع خطوط السكة الحديدية. تعليمة ثالثة، الشروع الفوري في استكمال كل ما تبقى من عمليات التهيئة. وزير النقل تفقد أيضا مشروع محطة المسافرين متعددة الخدمات وكذا نتائج دراسة مشروع ترامواي البليدة.